ناوي تعمل ايه مع السكه الحديد السنه دي؟ ان هي خالصه لله. حلو ده، دي اجابه عظيمه. شوف يا ابراهيم، كله بيتمنى الصعود، لكن ما فيش حد يقدر يقول لك انا هصعد. ليه؟ المنافسه جامده جدا، كل الانديه متمرسه في الممتاز. نعم، مجموعه القاهره معاك مين من الانديه اللي انت عامل حسابها؟ لا عد بقى ولا حصر. ماشي، دجله معاك؟ دجله، ترسانه، ترسانه، بتروجيت، زد، زد، بورتو، مستقبل وطن، العبور، في حاجات كتير، في حاجات كتير. الدخان، الاعلاميين، الدخان نزل. استرن. فمجموعه كلها على الاقل بقول لك فيها 16 نادي كان في الممتاز. ايوه، فالمنافسه عنيفه جدا جدا، ودي حلاوتها. يعني قوتها في حلاوتها. ماشي، لان ما عندكش حد ضعيف او متوسط، عندك كل الناس عندها امل تكسب، وتسيب في الاخر الاول مين. أيوة.